كروشيه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا يعني. بصي، متضايقه بشتغل كروشيه، فرحانه بشتغل كروشيه. الستات بيكونوا قاعدين في البيت كتير، ممكن ان هي زهقانه ملانه، مش عايزه تنزل، مش عايزه تروح في حته، مش عايزه تعمل اي حاجه، فممكن تتعلم اي حاجه، ممكن تطلع منها قطعه فنيه حلوه جدا يعني، تخليها لنفسها، تخليها لبيتها، ممكن تعرضها للبيع، ممكن تستغلها باي شكل. اتعلمت شغل الكروشيه والهاند ميد عموما، اخدت كورس الاول اتعلمت فيه الاساسيات، نزلت اخدت كورس يعني عملي، وبعدين بعد كده اتعلمت انا بقى، طورت من نفسي من اليوتيوب. بقيت الحاجه اللي انا عايزه اعملها اعمل سيرش عليها واجيب فيديو واثنين وثلاثه واتفرج عليه، او بعد كده اتعلمت الباترون. فبقيت بقى الحاجة مثلا اللي مش بلاقي لها فيديو او مش متاح ليها، بجيب الباترون بتاعها، بحاول مثلا افك الغرز بتاعتها، اقرا الغرز بتاعتها ازاي، وبعدين اشتغلها واحدة واحدة. اتعلمت يعني، الاول كنت ببتدي حاجات بسيطة، سكارف، ايس كاب، فستان بسيط، حاجات بسيطة جدا كده يعني، الغرز الأساسية. وبعدين بقى واحدة واحدة كده مع اليوتيوب ابتديت ان انا اعمل المجسمات اللي هي الاميجرومي. ابتديت بقى ادمج الجلد مثلا مع الخيط، الخشب مع الخيط. كنت بعمل حاجات لاصحابي، لقرايبي، لمعارفي، لجيراني، يعني كهدايا، حاجات بسيطه كده. كنت بعمل حاجات لنفسي، شوفوني بيها، الله دي حلوه، طب عايزين زيها. بعد كده الموضوع يعني، هو بصراحه هم شجعوني، اصحابي كتير جدا قالوا لي انت شغلك كويس قوي، خساره ان انت تبقي في الدايره المحدوده دي، تكتفي بس بالاصدقاء او القرايب وكده. فقالوا لي لا، لازم تكبري الدنيا دي، وانا فعلا كان نفسي اكبر الدنيا دي. فعملت جروب على الفيسبوك، ويعني برضو ابتديت ادخل فيه صحابي وقرايبي ومعارفي، جيراني، الناس دي. وبعدين هما بقى ايه، بقى ابتدوا يدخلوا برضو اصحابهم وكده الجروب، ابتدت الدنيا توسع، ابتدى يجي لي شغل، طب انا عايزه كذا، طب اعملي لي كذا، حد يبعت لي صوره انا عايز زيها. فابتدت بقى الدنيا واحده واحده كده. الكلام ده برضو كان تقريبا من 4 سنين بعد ما اتعلمت على طول يعني. انا اخدت سنه مثلا تقريبا بعد ما اتعلمت، قلت اتقن الموضوع كويس قوي، وبعدين ابتدي بقى ان انا ايه يعني ابيع، او يعني يبقى المشروع مشروع وربح وكده. الحاجات اللي عليها اقبال الشنط يعني، انا اكتر حاجة بتطلب مني الشنط، بعديها على طول الحاجات الديكور بتاعت البيت، بعديها العرايس، بس دي بتبقى يعني ليها مناسباتها، بتبقى متعلقة شوية بالمناسبات يعني، حاجات معينة مش عرايس كعرايس، بس يعني انا بحب اعمل لكل مناسبة الكاركترز بتاعتها. فبعمل مثلا للعيد، العيد الكبير، خرفين مثلا او بقرة او حاجة اللي هي بتبقى ليها علاقة بالعيد، لرأس السنة مثلا بعمل بابا نويل، ويعني بحاول اوظف كده. فدي الحاجة اللي بتطلب مني بعد كده، بس بيبقى في مناسبتها يعني، مش على طول، بس اكتر حاجة بتطلب مني هي الشنط، وبعديها ديكورات البيت على طول. الكروشيه فن جميل جدا جدا، هو اصلا يعني لازم تحبيه يعني، علشان تشتغليه وانت مش بتحبيه، فيعني بيبان في القطعة ان انت عاملاها وخلاص يعني. انا بشوف ناس كتيرة شغالة في الموضوع ده لمجرد ان هي شغالة، فالقطعة بتبقى باين عليها ان هي مجرد شغل، انما انا الحمد لله يعني انا بحب الشغل نفسه، عن ان انا يعني ايه اطلع حاجه وخلاص. فالكروشيه بينفع يتعمل كل حاجه، ينفع تطلعي منه، ينفع تدمجيه مع اي حاجه، ينفع تدمجيه مع جلد، ينفع تدمجيه مع خشب، ينفع تدمجيه مع اي حاجه تانية يعني، ينفع توظفيه حلو قوي. وبعدين بيدخل في كل حاجه يعني، ممكن تعمليه حاجه لبيتك، ممكن تعمليه حاجه لنفسك، ولنفسك دي اكتر حاجه، تعملي شنطه، تعملي جاكيت، هتعملي سكارف، هتعملي ايس كاب. فبتوظف في البيت حلو قوي، مفارش، تعليقات، ستاير. وديت شغلي اسكندريه، وديته الاقصر، وديته هنا، وفي ناس بتطلب مني وتوديه يعني. انا واحده طلبت مني شغل ووديته كندا لناس قريبه هناك، وعجبهم جدا الحمد لله. انا بدات مشروعي من البيت بتكلفه بسيطه جدا وبمجهود برضو يعني الى حد ما معقول، وابتديت اكبر شويه بشويه عن طريق البيج بتاعتي،
وابتدى شغلي يتعرف، ابتديت اوصل للمحافظات. نفسي يبقى عندي مكان بتاعي، نفسي يبقى عندي مكان بتاعي فيه كل حاجه، اعمل الشغل بمزاج جدا وباتقان جدا واعرضه في المكان ده. يعني شغل الكروشيه تحديدا بيبقى القطعه منفرده، يعني لازم الشخص يجي بتفاصيله، انا عايز القطعه الحجم الفلاني، اللون الفلاني، الخامه الفلانيه. فانا حابه ان انا لما حد يدخل المكان بتاعي ياخد القطعه زي ما هي، ما يبقاش ليه تعديل عليها.